إيكوماغ. إيكوماغ وصل معكم حتى للسبعة متاع العشية وباش نهزوكم للمستقبل والسنوات الجاية. شنو باش تعرفوا شنو باش تعيشوا اليوم؟ نحكيه على حاجة اللي بدأت تكتسح في العالم الكل. نحكيه على التكنولوجيات الحديثة، نحكيه على الروبو، نحكيه على الأوتوماتيزاسيون. حسب بحث قاموا به فريق عمل من جامعة أكسفورد، 47% من المهن الموجودة حاليا باش تختفي من هوني لعشرين سنة القدام، والسبب الرئيسي يرجع للي كنت نحكي فيه، الروبوتيزاسيون. ومع هذية يمكن الدراسة هذية عندها أقل من عامين من زمان، لكن تزيد تخلط عليها دراسة واحدة أخرى والأرقام جديدة يصدرها بالبنك الدولي، نقوله اللي ولا تقول اللي 70% من المهن في الدول النامية باش تختفي، والسبب يرجع مرة أخرى للأوتوماتيزاسيون إي لا روبوتيزاسيون. علما وأنه من 1990 إلى 2007 عدد لي روبو انستالي في العالم الكل تضرب في 4. تقول قايل علاش نحكيو على الموضوع هذا في تونس اليوم؟ على خاطر نحكيو على أزمة الشغل، نحكيو على بطالة، نسبة بطالة عالية جدا في تونس، واللي الانتباه للبيست هذية ينجم يخلق نوع من الحلول. قلنا خلينا نطرح السؤال ونشوفوا هل انه فما اهتمام بالمهن الجديده هذيا. اليوم كي نقول مهن جديده نحكي على حاجات انا بدي اكتشفتها الحقيقه. نحكي على لي رودولوج اللي مختصين في تريتمون دي ديشي، نحكيوا على لي كرياتور دونفيرونمون فيرتوييل، نحكيوا على لي زيكونوم دو فلو، نحكيوا على لي اكستراكتور دو دوني، نحكيوا على لي انجينيور اون نانو تكنولوجي، نحكيوا على لي انجينيور سبيسياليزي اون انتيليجنس ارتيفيسيال، نحكيو على المانجر دو ريسك، نحكيو حتى على فيما يخص الفييسمون دو لا بوبولاسيون، على ليدا دوميسيل. دونك فما مهن، المهن اللي كنت نسمي فيها باش ترشق العالم في السنوات الجايه وباش تكون هي في المراتب الاولى في خلق مواطن الشغل. على هذيك نحكيو في الموضوع مع ضيوفي. حاضر بحذايا، خاطر ضيفتي الثانيه مازال مش حاضره بحذايا، يوسف منيره رئيس مركز توجيه واعاده تاهيل الماني. مرحبا بك يوسف. عسلامه مريم، شو حوالك؟ بس عايش سبا أميرة، هاي نستنوا فيك. أميرة تخلط علينا من بعد شوية. كيف كيف نحاول ناخذ معنا بالتليفون من هوني الأخر لو ديبا صفوان ثابت باش يحكينا على سا بروبر اكسبيريونس، ونشوفوا شوية هل التوندونس هذية في العالم في تونس وين وصلت. ساعة الأرقام اللي قلتهم بهدوك فجعوك شوية شنو؟ لا نتوقعهم، خاطر c'est l'évolution normale avec la robotisation. ما حاجة بركة، ما لازمش نتفاجعوا ولا نخافوا. C'est la logique des choses. فما مهن اللي ما عادش باش نسمعوا بهم، اما وقت اللي فما روبوتيزاسيون يعني فما مهن جدد اللي تتخلق. C'est tout à fait logique. معناتها وقت اللي عندك دي روبو ودي تكنولوجي جدد يعني حاجتنا بدو نوفو ميتيي بور انترتونير سي روبو. وتو بالكش نحكيو من بعد اكثر عليه، اما كي نحكيو على اون اوتوماتيزاسيون اون روبوتيزاسيون نعاودوا نطرحوا الموضوع نتاع التكوين المهني واهميه التكوين المهني، باسكو هاللي روبو هالاوتوماتيزاسيون كل تعني دو لا مينتونس، تعني دو لونتروتيان، اي دونك هذا الكل ما يتعمل كان اترافير دي ميتي اللي يخرجوا من التكوين المهني. ولهذا اليوم تونس لازمها تنظر، هي تنظر ديجا الحق فما توجه ايجابي في التكوين المهني، لكن فريمون لازمنا نفهموا شنو هي القيمه والاهميه نتاع التكوين المهني اليوم في تونس. انت كي تحكي على التكوين المهني هوني نفهموا زاده منظومه كامله نتاع تكوين في تونس، سواء كان التكوين المهني ولا والا الدراسه الجامعيه، نحكي على الدراسات العليا زاد كيف كيف الاختصاصات اللي قاعده تتغير وتتبدل. صحيح. اليوم انا كنت نسامي من بكري في مهن الحقيقه قلت سين ديكوفيرت ما كنتش نعرفها من قبل. نحكيوا على رودولوك باغ اكزومبل، نحكيوا على ان سبيسياليست في التريتمون دي ديشي اللي اكزاكتومون نحكيوا اليوم على الريسيكلاج اللي يعمل دي بلان دو ريسيكلاج. قلت ايكونوم دو فلو يشوفوا فما باش يكونوا في السنين الجايه ثم مختصين في اقتصاد الكهرباء للشركات، معناتها باش تكون الشركه تستغل ولا تستعمل اقل ما يمكن اكزاكتومون باش تكون هو هذيك الخدمه نتاعو الاختصاص نتاعو. دونك اليوم فما حاجات جديده للاسف الشديد هذايا ما ريتش منه في تونس، ما شفتش ناس قاعده تدرس فيه، ما شفتش فما اهتمام كبير بيه. وهما هوني حتى في التوجه يحكي لك على تروازاكس معناتها واضحين، المهن المستقبليه باش تكون تهم لونفيرونمون المحيط، تو سكي نيوميريك، اي كيما قلت في الاخر بالكل فييسمون دو لا بوبولاسيون. اليوم فما تهرم كبير سكاني قاعد تعرفوا برشا دول، دونك فما مهن قاعدة تظهر زيدا بسبب هالتهرم السكاني هذا. هذه هي لا توندونس. الخدمه لازم نعملوها في تونس وعندك الحق، هو انه لازمنا نوليو برو اكتيف، لازمنا نوليو في الانتيسيباسيون ما عادش في الرياكسيون. المشكله توا وعلاش توا باغ اكزومبل الكورب تخلق، او الكورب تخلق باش يعالج pour réparer حاجه اللي ديجا توا معناتها نقولوا سي ان بو ترو تار. معناتها احنا شنو الكورب لاحظ انه اليوم فما جاب بين المطالب الشركات وبين
التكوين نتاع الطلبة. دونك وقتها قلنا شنو لازمنا نعملوا؟ لازمنا نبدلوا هالتكوين نتاع الطلبة، نعملوا لهم إعادة تأهيل باش نجموا نهزوهم للمهن المطلوبة. لكن سي دو لا رياكسيون حتى لليوم. لازمنا تو نتعديوا للإتاب اللي من بعد، اللي هي لازمنا نشوفوا عامين أخرين، ثلاثة سنين أخرين، خمسة سنين أخرين، عشرة سنين أخرين، المخشي وين ماشي. وكي باش نبداو نفهموا وين ماشي سوق الشغل، وقتها باش نوليو أون إيدونتيفي مهن. وكما قلت انت وهذه اهم حاجه، لازم وقتها المنظومه التربويه اللي كنت تحكيوا عليها قبيله والمنظومه حتى في التعليم العالي لازمها تتبدل وتتاقلم مع الواقع، الواقع واللي جاي، مش حتى كان الواقع واللي جاي من بعد ولي توندونس دو مارشي. اليوم في الكورب كيفاش تشوفوا انتم الموضوع؟ معناتها اللي تقوموا به هو تاهيل، اعاده تاهيل، محاوله اخراج الناس هذوما اللي يمكن اختصوا فيه ميادين معينة للأسف الشديد اليوم ما عادش عندها بلاصتها في سوق الشغل، وهذا لازم القبول به. فما حاجة تقرات ولا معناتها تكون فيها شخص عنده 20 سنة التالي اليوم ما عادش يهزها سوق الشغل. الفكرة من خلال البرنامج متاعكم اللي الناس هذوما يقع إعادة توجيههم الميادين أخرى، يكتسبوا مهارات جديدة اللي بها هي نجموا يقتحموا سوق الشغل من جديد. خممتوا في الحاجات اللي كنا نحكيوا فيها تو في الاختصاصات هذية من نوع هذية اليوم؟ تتفي احنا هذك اللي نخدم عليه. احنا الفكرة الأساسية في الكوخب هي انه نشوفوا شنو ما لي توندونس دو مارشي ونعملوا الادابتاسيون بعد ما المطالب متاع الشركات. اول حاجة وما فهمش اهم هو لازم نسمعوا الشركات. راهو ما عادش نجموا نعملوا ريزونمون نتاع نشوفوا دي بروغرام نقول بروغرام هذا محليه الفلسفه التاريخ الجغرافيا وكل اوني داكور اللي هذوما حاجات اللي حاشنا بهم. لكن لازمنا واميره باش تحكي على السوجي هذا خير مني، لازمنا نعملوا اون ادابتاسيون للمطالب الشركات. كان ما نسمعوش الشركات ماناش باش نعرفوا وين لازمنا نمشيو، شنو هما المهن اللي اليوم لازمنا نقريو ولادنا عليهم. دونك الادابتاسيون تبدا من الاول على مطالب الشركات. حاجة أخرى قلتها ومهمة برشا، أنت حكيت على سكون أبيل توا لا بوليفالونس. رانا اليوم في 2017 الدبلوم، أنا برشا راهو ديما يتغشوا عليا ويعيطوا يشيحوا كل، أما أنا راهو ما عنديش نظرية للدبلوم كيما في وقت والدينا. الدبلوم سيت اون إتاب اليوم، مي سيت اون إتاب بارمي 100 إتاب. ما عادش الدبلوم هو عندي دبلومي دونك حق للتشغيل. كان مازلنا اليوم باش نقعد نخمو هكا رانا غالطين. الدبلوم ماك الباسبور الاخضر، والباسبور الاخضر باش نجمو نمشيو لامريكا ولا المانيا كل لازمنا دي فيزا. اليوم كي تاخذ دبلوم لازمك من بعد تاخذك لي فيزا الكل، ولي فيزا هما اللي باش يقويوك وباش يخليوك تفهم وين ماشي سوق الشغل ويخليوك تتاقلم سوق الشغل ويخليوك ترقى بلاستك ولا تفك بلاستك. دونك اليوم لازم نبدلوا العقليه ونوقفوا هالعقليه نتاع اكا هاو انا قراوني عطوني دبلومي دونك اعطوني خدمه. لا سا نبو بلو مارشي كوم سا. لازم زاده نفهموا اللي الدبلوم اليوم ولات اون ايتاب سولمون. الدبلوم من إتاب، ما زاد لازم يقع تحضير لإتاب هذه اليوم. لكن فما مؤسسات عمومية تعطيك عن دبلوم اللي ما يخدمكش في السوق زاد من بعد، الواش أساسا تقدم لك في الخدمة هذه؟ أنا سؤال نطرحه على ضيفتنا التحقت بنا أميرة قرمازي مكلفة بمأمورية التشغيلية والانفتاح على المحيط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرحبا بك أميرة. دونك كنا نحكي ماش كنت تسمع فينا ولا لساعة ميساج خلص لك فيسا فيسا، كنا نحكي على الاختصاصات الجديدة خاصة في الميادين التكنولوجية، وعطينا آخر رقم اصدر على البنك الدولي نحكي على 70% من المهن باش تختفي في البلدان النامية بسبب الاوتوماتيزاسيون إلى روبوتيزاسيون. اليوم تونس وين من هذا الكل وخاصة فيما يخص التكوين؟ نحكي على المؤسسات الجامعية. أنا قبل كل شيء كما سمعت على الغوكونفيرسيون والكل، نحب أولا ساعة نقول حاجة كي تري امبورطانت ا مون افي. تو برشا اختصاصات كيما العربية ولا اللغات ولا الإنجليزية وكل العباد الكل زادة ساعة دابور في مخاخة كي ناخد ديبلوم أون أنجلي مثلا شنو نجم نخدم؟ نخدم بروف دونجلي سينو يا ريان. ساعة قبل ما نوصل الغوكونفيرسيون فما باش نخدم تخدمك باش نخدم الأنجلي اكزاكتومون. لا تو نحكيك على الأنجلي نجم يكون حاجة أخرى، فهمت؟ سيونس هيومان فاك دو سيونس هومان الكلهم شنو يحبوا يخرجوا، اما دي زانسيانيون باش يعاودوا يرجعوا للفاك دو سيونس هومان باش يقريوا، ولا دي بسيكولوج سي تري ليميتي دون لوغ تيت سي تري ليميتي. مي هو سو ني با فري. دونك دابور ساعة خلينا نخدموا شنو ما لي ميتي شنو ما المهن اللي نجم يخدم بهم بالدبلوم، ما نوصلش حتى لا ريكونفيرسيون. اون بو يوتيليزي لي كومبيتونس اللي اكيز بك الدبلوم هذاك في plusieurs métiers. Ou هذاك علاش توا باش نرجع على لي سنتر دو كارير و دو سيرتيفيكاسيون دي كومبيتونس. من المهام نتاعو هو يوري شنو ما لي ميتيي اللي نجم
يخدمهم الطالب وهو قاعد يتكون ويقول التكوين نتاعي هذا شنو باش يصلح. هذه اسم بعديك عندي ديبلوم في بسيكولوجي وكل زعما شنو هو معناتها بسيكولوجي بسيكولوج ولا حاجه اخرى. عندنا في الجامعه تقراو مثلا توا سيونس ايكو يقراو سبيسياليتي فينانس تسالوا اليوم شنو تنجم تخدم بالديبلوم هذا يقول لك انا نخدم في بنك. سو ني بلو بوسيبل معناها avoir un diplôme en sciences économiques ou en finance, spécialité finance, je ne peux pas faire de travail dans la banque. Donc d'abord, c'est à dire qu'on va faire ce qui est le plus important et ce qui est le plus important dans le travail que nous avons. C'est la première étape. Et la deuxième étape, là, on va parler carrément de la reconversion. La reconversion, c'est vraiment à dire d'une spécialité carrément une autre spécialité. Là, on va vraiment parler de la reconversion. Mais je m'attends de valoriser les compétences acquises dans un métier. هذا فيما يخص إعادة التوجيه في حد ذاته ولا إعادة التأهيل على خاطر أنت تبيك عطيت دو سيناريو معناتها قلت اللي ثمت دي سبيسياليتي اليوم نسخايلهم ما يخدموش لكن بشكل من الأشكال ينجم يخدموك لكن تخرج من الفكر التقليدي نتاعك اللي راهو الاختصاص الفلاني ما يخدمك كيف الخدمة الفلانية لو كنت تجب تكون ببين كل مفتوح. الشيرة الثانية هي لا ريكونفيرسيون كما قلت أنت دونك اللي فما إمكانية إضافة دي كومبيتونس معينين تغيير شوية خروج جملة من سبيسياليتي نتاعك لوج فوق خزي جوست شويه كل واحد يلوج شويه في روحه باش يلقى حاجات جديده نجم يخدم عليها وتنجم تكون مهمه برشا. ما فما ناحيه اخرى زاده اللي هما اختصاصات مش موجودين بالكل اليوم ما نلقاهمش منظومه التعليميه نتاعنا اساسا. توا كنا نحكيو على قلنا مثلا حفظتها سي غيدولوج غيدولوج اللي مختص في الديشي واللي هي خدمه كما قلت باش ترشق الدنيا في السنين الجايه هذيا باش تكون من اكثر المهن المطلوبه في العالم. وقلنا اللي خدم تقريبا حسب الدراسات اللي صاروا الكل وراو اللي ثم 3 اكس نجمو نخدموا عليهم اليوم لونفيرونمون تو سكي نوميريك اي لو فييسمون دو لا بوبولاسيون. هذوما ثلاثة اختصاصات اللي الدول اللي قاعدة معناتها انت قلت اون دوايت دون لا برو اكتيفيتي اكثر معناتها اليوم الدول اللي قاعدة تخمم برشا على المستقبل قاعدة تخدم على الاختصاصات هذه. نحن وين من هذه كله أمير غزرت لي غزرة متعكينا مزلنا بعد برشا لا هو سي فري مي اجي نقولك على خاطر نو افون شوازي ا مومون دوني دتر معناتها اون ايكونومي دو سوتريتانس داكور دونك اون بو با اون ني با دون لو دان لا فيزيون دو لا برو اكتيفيتي توا الكونستا معناتها فا با بيان سور اون بو ريفي سي كلير لازم فهمت اما توا لو كونستا سي كو اون اي ديما دون لا سوتريتانس لا بروف اللي عندنا دي ملتي ناسيونال كي فيان لو باك اوفيس الكل يخدم في تونس دونك سي او كي ديسيد هما اللي قروا شنو هما لي ميتيي والكل اي احنا هنا عندنا يقاولي جي نقول لا كومبيتونس با بور دير اوتر شوز فهمتني دونك معناتها مي اون اي با دون لا برو اكتيفيتي اللي تحكي عليها انت فوالا هاهم لي ميتيي وهاو انا جو في اتر دون سي نوفو ميتيي donc je suis proactif tawaf في الوقت الحالي mais il est clair que femme a des secteurs بخلاف واحد femme a des secteurs qui vont beaucoup plus vite que d'autres donc qui m'a fatigue كيف كيف dans 5 ans il y aura des métiers peut-être qui vont complètement disparaître واحد اخرين جدد باش يعاودوا يطلعوا حتى في ان سيكتور دوني من غير ما نخرجوا من السيكتور هذايا بالحق هذايا يلزموا فريمون تحذير احنا بالنسبه لينا احنا لهنا وهذاك هو اللي يدخل تو في الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي dans le sens où il faut impliquer les entreprises في التكوين في التكوين واحنا تو في الوزاره التعليم العالي on va plus vers l'enseignant مش enseignant chercheur برك on va vers vraiment le recrutement معناتها des experts et des professionnels باش نبداو احنا en phase justement خاطر هما اللي باش يجيب لك شنو هو جديد تو شنو المطلوب تو d'accord donc هما اللي احنا on va les impliquer في وسط التكوين carrément هما اللي باش يعطيو لي كور انت هون ديما العلاقه ما بين العام والخاص ولا الشركات والمؤسسات التعليميه تو نحن عندنا مده ديما نحكيو على تشريك المؤسسات الخاصه باش هما بيقترحوا شنو اللي حاجتهم بالضبط شنو هو الاختصاصات اللي حاجتهم بها قديش حاجتهم تشريك حتى في التحضير نتاع البروغرام بيدو اليوم مولينا نحكيو على هذا ما زاد فما مؤسسات يمكن تدخل ما عندهاش الوعي الكافي شنو دوركم انتم في هذا اليوم وخليني نسالك زي يوسف انت كي تتعاملوا مع شركات اليوم فما مؤسسات بتدخل الافكار هذيا ما تجيش قبيل حكينا على اون سبيسياليتي سامباتيك اللي هي الاقتصاد في الالكتريسيتي اللي هي مش غيدولوج ايكونوم دو فلو الاقتصاد في الالكتريسيتي اليوم نحكيو برشا على المشاكل نتاع الالكتريسيتي في تونس ونتاع الطاقه عموما دونك حاجه مطلوبه اليوم فما شركه ما تحبش نقص من استهلاكها للطاقه كي تجي انت كمؤسسه تقول لهم انا نجم نوفر لكم مختصين في الميدان هذا ونجم نحضر بروغرام جوست عبروا لي على رغبتكم في هذا لكن يهمكم موضوع نجمو ندرسوا مع بعضنا البرنامج تشوفوا من برا دي اكسبيريونس تعملوا ونشوفوا فماشي امكانيه لتطوير دي بروغرام كيما هكا يوسف
فما دو بوين ما تنساوش اللي قاعدين تحكيوا على تونس اللي اوني دون ان شانجمون اوني دون اون بيريود دو ترانزيسيون اللي مالوروزمون زاد فما دي ميتي اللي انت قلتهم qui sont des métiers, les formations terhom, elle est très coûteuse, le daoul. Yani, maintenant, jamais je disais de daoul, allez, j'étais en des facs de sciences humaines partout. Les facultés de sciences humaines ne coûtent pas cher. ماهيش حاجه غاليه باش تعمل انفستيسمون يوسف انت تحكي بمنطق الاستثمار هنا في الثمانينات نحكي لك توا دونك توا عندك انورميمون دو فاكولتي دو سيونس هومان اللي في البلاد الكل اللي مرات في بقايع وين في الاخر ما عندكش ديبوشي حتى في الجهات باغابور تخرج ما نعرفش انا 1000 ديبلومي في الفلسفه اما في الجهه هذيك ما فماش دوموند تاع فلسفه ولا بالك شي 10 في العام هذايا على خاطر السياسه اللي كانت فما قبل كونستا كما قالت ميرا كونستا السياسه اللي كانت فما قبل هي سياسه نتاع on n'avait pas les moyens donc halina barcha des facs de sciences humaines etc tawa lazem ndersou hal les métiers hadou majdoud li fama tendance fihom w lazem zeda nchoufou kan anna les moyens zeda bach nhotou en place khater ma tensech li fama makinat li fama savoir faire li faut former les formateurs chkoun li bach yqri ouladna f lhakayat hadou ma zeda il faut avoir les gens qui ont les compétences et suffisamment de personnes yandhom les compétences lek mara okhra nhkiou ala istithmar khater enti andak kafa chnou tehz ma tliom andak 15% بتبتالة. عندك ناس خارجين من الجامعات خاصة نحكي عن الجامعات خاطر يمكن مشكلة الإدماج متاعهم في الحياة المهنية أصعب برشا قرا ويحب كما قالت بكري أميرة قرا ويحب يقرا بالدبلوم يخدم بالدبلوم تاعو هي مشكلة وحدها هذه أنا معك جو سوي توتافي داكور لكن الاستثمار هذايا ما ينجمش يكون كان مسؤولية القطاع العام على خاطر كان القطاع الخاص اليوم ما ياخذش مسؤوليته رانا ما نجموش نوصلوا راهو الناس مازالوا ما فهموش اللي الدولة هي احنا احنا ديما الدوله بها وعليها وبها وعليها الدوله سي نو دونك يا مومون وين لازمنا نفهموا اللي وقت اللي الدوله عندها اون ديفيكولتي اون بيريود دو ديفيكولتي لازم زاد القطاع الخاص يتحمل زاد مسؤوليته باش يكون ان سوتيان ان كومبليمون للدوله التونسيه وانت تو كنت تحكي على الشركات لازم زاد الشركات يقوموا بدورهم هيستوريكمون تو كي نرجعوا جوست قبل الثوره سي نورمال راهو انا قاعد اللي قاعد نقول فيه مش قاعد نلوم عليهم قاعد نعطي دي كونستا مالوروزمون اللي قبل الثوره العقليه نتاع الشركات ما كانتش عقليه نتاع مسؤوليه اجتماعيه كانت مجتمعيه كانت الدوله تعمل كل شيء في المجتمع في الواحد والشركه معناتها جوست معناتها العرف يحكي مع واحد ما عجبوش يطردو تو كل شيء قاعد يتبدل تو قاعدين الشركات قاعدين يفهموا سي اون تران تشانجي راهو الشركات اليوم قاعدين يفهموا اللي عندهم دور في المجتمع هذايا ولازمهم يقوموا بدورهم وتوا هالشانجمون هذايا هو اللي فا بيرميتر باش الشركات يعطيو لي بوزوان نتاعهم يعاونوا في لي بروغرام انا نعرف كونت اون ديسكوت مع اميره ولا زملاء في وزاره التعليم العالي نعرف زاده اللي مرات يلتروف دي ديفيكولتي باش يحطوا اون بلاس دي بروغرام وكل على خاطر ما عندهمش الريبونس دو كوتي بريفي انت تحب تبدل البروغرام سي دون لانتيغيه الشركه سي دون سون انتيغيه اليوم فما 145,000 بوست دومبلوا جوب فاكنسيز معناتها بوست دومبلوا ماهمش ساتيسفي يعني شركه تحب تشغل اما تلقاش شكون ومن بعد كي تجي وزاره التعليم العالي وتقول لهم يا خويا اعطيونا بروجراماتكم شنو تحبونا نقريوهم باش من بعد هما يوليو يناسبوا سوق الشغل ما يعطيوكش ولا يعطيوك بعد ما انت جريتو راهم كل بالك شي تو فا كونفيرمي اميره دونك كل واحد لازم زادا يتحمل مسؤوليته ما نحبش ما نحبش الشعبويه كل تاع ديما الدوله 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 خويا اختي واحد عنده مسؤوليته انا في قطاع خاص عندي مسؤوليتي لازم يقوم بدوري القطاع الخاص ترى يحب يربح يحب يعمل شركه يربح ويمشي على روحه يسون فودو طول غاس لك علاش نرجعوا للدوله سي دون سون انتيغي دو غاني دو لارجون de faire ça خاطر ça va lui rapporter de l'argent سامحني مش de gagner de l'argent de faire ces actions tout à fait normal il faut juste comprendre حاجه اللي responsabilité sociétale de l'entreprise هذه المسؤوليه المجتمعيه ماهيش حاجه جوست اللي محليها الشركه تعاون راهو هذيك عندها retour sur investissement كبير راهو ليماج نتاعها والواحد الناس اللي يشريو برودوي نتاعها دونك مانيش قاعدين نحكيو في حاجه محليها هي d'abord la relation de confiance اللي هي برشا ملي تنحات la relation confiance entreprise et université. C'est-à-dire que il y a eu une bonne volonté. Quand ils trouvent qu'il n'y a pas d'application. Donc il y a un manque de confiance terrible entre l'engagement de l'un et de l'autre, des deux parties. D'accord. Quand on a essayé de travailler, et il faut une structure.
معناها اسكو سافا اش معناها اون ستركتور معناها اي دو اي دوار اون ستركتور دانترفاساج ما بين لونتربريز اي لونيفرسيتي شكون اللي باش تلهي كي تقول يونيفرسيتي سي كي سي لو ديريكتور سي لو ديريكتور دو سي كي سي لو كونسي سيانتيفيك شكون دونك اي سي كوم سا كون ا كومونسي ا ريفليشير ا اون ستركتور موجود هيكل اللي هي باش تخلي فما اون كومونيكاسيون هذه حاجه عندنا الهيكل ثاني حاجه اي فو با اوبليي كو لو لانجاج ني با لو ميم ان لانجاج دان انسيغنيور شيرشور ني با لو لانجاج دان شيف دونتربريز ان اندستريال ولا اللي هو ما يحكيوش مع بعض ما يحكيوش في نفس اللغه فهمت يعني مومون دوني كان كل واحد يسون ديتنيغ لا فيريتي فري معناها هو يعرف كل شيء في السيكتور نتاعو والاخر يعرف كل شيء في الريشيرش نتاعو في الدومين سيانتيفيك نتاعو دونك يافي ان بروبليم دو لانجاج دو كومونيكاسيون ما ينجموش يحكيو دونك دو لا نيسيسيتي دافوار كيما ان ديكودور ما بين اثنين باش يعرف كيفاش يعمل لي ميتي اللي تحكي عليهم جدد توا اللي طالعين سي دي ميتي دو بيرسون كي سون ريسبونسابل دو لينوفاسيون دو لا كوميرسياليزاسيون نمشيو من الريشيرش نتي حكيت فما دي زونتربريز يجي ويقول لك هاو عندي مشاكل وكل علاش مش لي زونتربريز معناتها احنا لونيفرسيتي نجي نقول فوالا اون بروبوز دو ترافاي افيك فو بور دي بروبليماتيك سور دي بروبليماتيك ايتترا شفت هذيك اللي اون فا اون فا كل واحد يستنى في بلاصتو شكون باش يفا فير لو بروميير با دون دو دو كي فا فير لا كونتينيتي دي شوز ويعمل لو سويفي هذاك شكون باش يعملو اي ترويزيمون كومون اون بو كومونيكي انسامبل شنو لو لانجاج ايتيليزي دو لا نيسيسيتي دو ستركتور اي دي بيرسون فورمي je dis bien pour formé pour اليوم هذا مش موجود الستركتور هذيا اي فما هي لو سنتر دي كارير دون بارتي مي كون جو باس فريمون لي ريشيرش تري بوسي او في لي لابوراتوار كل لا اون باس ا اون اوتر ايشيل اي لا اوسي يفو اون ستركتور سبيسياليزي اي سي دي ميتي دي انوفاسيون شنو لي ميتي سيتادير كو اي سي ريكونيتر من البروبليماتيك من اللي تعمل فيها انت لا ريشيرش اي تعمل فيها كيفاش يخرج منها كومو لا فالوريزي اي لا كوميرسياليزي ويقدمها ان برودوي للاندستريال دونك في حد ذاتها خدمة وفيها حكمة ce n'est pas le chercheur ce n'est pas le boulot du chercheur il y a rien tout qu'on arrive dans un laboratoire et avec un langage bien déterminé scientifique mais je crois que nous devons nous dire que nous devons nous dire هو ان اندستريال اللي عنده ان اوتر لانجاج فوالا وي مي ما قالتش اما لو نون دو لا ستركتور عندهم لي سنتر 4C اللي عملوهم دوبي كلكو موا توا كنا علي اميره كنت بحذنا مره فوالا كي سون دي سنتر اجوردي كي سون كان ميم اون غراند انوفاسيون خاطر كيما تقول الكورب احنا نعالجو لي سنتر 4C يجيو على سورس افون كو ليتوديون يغلط ولا يل برون لو موفي شومان ديجا يلقى شكون غادي كاين لو كونساي معناتها ان شاء الله نهار لي سنتر c'est tellement il est performant le corps sacre inchallah ولا احنا لابسور من هوني لغادي نشكركم برشا ميرسي بوكو يعطيكم الصحه يوسف نيره رئيس مركز توجيه اعاده تاهيل المياني اميره قرمازي مكلفه بمأموريه التشغيليه والانفتاح على المحيط بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي تولي ياسر اميره الاسم ميرسي بوكو وقعدوا معنا احنا مازلنا مواصلين معكم حتى لسبعة متاع العشاء اسكندر نايس شكون حاضر بحثنا من بعد شويه وباش نحكيوا على الماكرونيزم لا نوفيل فيلوزوفي ايكونوميك ما تبعدوش بعيد بما انه نحكيوا الجمعه الكل على ايمانويل ماكرون